كارثة فغضب فاستقالة، ثلاث كلمات تلخص أياما عجافا في تاريخ لبنان بعد تفجير مرفأ بيروت. في أقوى تداعيات تسونامي سياسي خلفه انفجار بيروت، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب استقالة الحكومة التي تشكلت في يناير الماضي بدعم من حزب الله وحلفائه. نتراجع خطوة إلى الوراء للوقوف مع الناس كي نخوض معركة التغيير معهم. نريد أن نفتح الباب أمام الإنقاذ الوطني الذي يشارك اللبنانيون في صناعته. لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة. وبعد أن فرغ اللبنانيون من حكومة حسان دياب، توجه عدد منهم لمقر مجلس النواب كمحاولة لإيصال رسالة مفادها: دوركم قادم ولن تفلتوا من التغيير، فالحكومات حتى وإن تغيرت فالذي يعينها مجلس النواب الذي يرى الكثيرون أنه بحاجة لتغيير جلده، فما بعد 4 أغسطس ليس كما قبله. وكان انفجار 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم بمخزن في مرفأ بيروت في 4 أغسطس قد أسفر عن مقتل أكثر من 160 شخصا وإصابة 6000 بجروح، فضلا عن تدمير قطاعات من المدينة الساحلية، ما أدى إلى تفاقم الانهيار السياسي والاقتصادي الذي شهدته البلاد في الشهور السابقة. وبلغ إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت 15 مليار دولار بحسب محافظ بيروت، وأمر الرئيس اللبناني بإجراء تحقيق لبيان ما إذا كان السبب في الانفجار تدخلا خارجيا وإهمالا أم أنه مجرد حادث عرضي. وبالنسبة للكثير من المواطنين اللبنانيين العاديين، كان الانفجار القشة التي قصمت ظهر البعير في أزمة طويلة الأمد ناجمة عن انهيار اقتصادي وفساد وهدر وسوء إدارة، وقد خرجوا إلى الشوارع مطالبين بتغيير شامل، خاصة بعدما اكتسبت تظاهراتهم زخما ودعما دوليا كان نواته تعهد مانحين دوليين بمساعدات بقيمة 297 مليون دولار إلى لبنان، وذلك في قمة عقدت عبر الإنترنت استضافها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.